شهد عندك عامين ونصف تخدم عندي والشهريه تاعك 4000 دولار. تقدر تفهمني كيفاش عندك 280,000 دولار في الكونت تاعك وانت خدام عندي في الشركه تاعي عامين ونص والشهريه تاعك عمرها ما فاتت 4000 دولار؟ عامين ونص 30 شهر، 30 × 4000 دولار، 120,000 دولار على الأكثر. تقدر تفهمني منين جاوت 280,000 دولار؟ إيه صح، دايما ننسى هذه راشا هذه. تخدم براشا ولا تخدم بيا؟